الامتحان كان عادي زعما في متناول السميع، زعما اللي راجع راه غادي يجي ساهل. الاجواء كانوا مزيانه زعما ما كانش ستريس بزاف، الاساتذه زعما متفاهمين وكل شيء زعما مهم. ايوا هذاك الشيء داز عادي، ما كنحسوش كاع بحال كندوزو امتحان عادي. دوزنا امتحان صباح، دخلنا في الوقت، حلوا علينا في الوقت، دخلنا درنا التعقيم. Et puis c'était un peu facile, c'était pas vraiment très dur. على حساب اصلا هذاك هو لو نيفو، حيت ما عرفت المهم هذاك هو المستوى ديالنا، بحال سيتي على بورتي ديال كل شيء. كانوا شويه ديال الصعوبات، وكانوا شي حوايج اللي ساهلين وشي حوايج اللي صعاب. تدخلنا لداخل عاد باش عطاونا لي ماسك وشافوا لنا الحراره ديالنا شويه، اللي كان مراجع غيخرج. الوغ دوزنا امتحان، كان داكشي مزيان في الحقيقه، كان داكشي في المستوى، داكشي اللي قرينا هما اللي حطوا لينا، زعما داكشي ابوردابل. جينا دخلنا داروا لينا عمليه تقييم، عطاونا ماسكات، داروا لنا الحراره باش نشوفوا واش حنا مراض ولا لا. اي بي داز داكشي مزيان. بور مو امتحان كان ان بو ديفيسيل ولا بريبار، مي بيان سور داكشي اللي درنا حنا في لي لوسون داكشي خدمنا ليه العام كامل. حتى بالنسبه للتقييم داك الظروف داز مزيانه عاديه، داكشي اللي كان المهم داز اجواء بحال الا ما كاينش كورونا، مي غير الفرق بيناتهم هذيك البافيت، دونك هذاك هو الفرق بين هذه وهذه. اي بون نتمنى الله خير. امتحان زعما في المتناول، ما كانش شي حاجه صعيبه، غير كان طويل ماشي مشكل، ولكن التعقيم كان هو هذاك الاجواء الامتحان كان شي هذيك زعما. بالنسبه للامتحان كان عادي، مي داكشي اللي بريباغا مزيان غادي يجاوب، اللي بقى عطلت شويه ما كانش يجاوب. كانوا شي اسئله اللي شويه صعب، خاص غير شويه ديال التفكير صافي، ما كلشي داز مزيان. وبالنسبه للظروف ديال التقييم وداك الشيء، كنا ملي دخلنا مسحنا رجلينا، دزنا في هذاك وطونا هاد لي كاسك سيت، عقلنا يدينا. كانت معقم في القسم وكان حتى هنا في لونطري. بون بالنسبه للاجواء كانوا مزيانين، بعدا بالنسبه لداك الشيء ديال التقييم وداك الشيء كندوزو الاجواء زعما مزيانين من ناحيه البعد، واخدين زعما الاحتياطات وداك الشيء، عطاونا هاد لي ماسكوت. المهم بالنسبه للامتحان، راه حنا اون دي سيونس مات عندنا 4 اور، ساتي ان بيتي بو ديفيسيل، واخا هكاك كنحس براسي انا شويه الدوخه وداك الشيء، ولكن بالنسبه زعما من ناحيه النظافه وداك الشيء ما كاين حتى شي مشكل. ومن ناحيه الامتحان زعما صافا الحمد لله، واخا كان دي كيسيون فحال هكاك شويه تخلعونا شويه، ولكن صافا الحمد لله ماشي مشكل. المؤسسه جد ممتازه مزيانه، من ناحيه النظافه ديالها مخيره، الحراسه داز داك الشيء كل شيء هو هذاك، ما كاين لا نقل لا والو، اجواء جد ممتازه باش يدوزوا الطلبه. دوزنا امتحان مزيان، كان في المتناول. بدينا بحال هكا، عطاونا الفيزيير بحال هكا، وعقمنا بالمعقم اللي كان في الباب، والفرد كان في المتناول. الامتحان كان في المتناول، دوزنا مزيان.